لا الحمد لله ولا ما شاء الله الاستقبال الحمد لله. واش كاين الحمد لله؟ واش كاين تغيير؟ استقبال تغيير تغيير مقارنة بالسابق راه ولا الأحسن بالنسبة اللي كان من قبل كنا نحوسوا على العرف باه نقضوا صالحة هذه بكل صراحة أي إدارة نروحوا لها سيرتو في شلف كنا ما وحدنا أي إدارة تروح لها لازم واحد تعرفه باه تروح ليه إلا ما تعرفش ما يقضيلكش كنا باه نفوتوا حاجة سمانة تخسرها دروك لا الحمد لله نص نهار باه تفوت حاجتك كنا سمانة باه تقضي صالحة دروك لا الحمد لله بالنسبة اللي كنا واش تغير؟ تغيير للأحسن واش في الإدارة؟ واش كيف تغير؟ كي تجي هنا مثلا العمال ايه العمال تاع اللي كانوا من قبل كانوا شغل كانوا في رزقهم تحسب في رزقهم ما يديهاش فيك يحاوزك يقول لك رجع السمانه الجايه رجع الشهر الجاي دروك لا كي تلحق ليه يقضي لك حاجتك ممكن لان كاين امكانيات جديده ايه هذيك بالفعل عندي 6 شهور ما جيتش والله ايه كي يجي يدير مره كي شت التغيير شت النظام شت برا الحمد لله ما شاء الله